لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة، صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا، يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء، يمحي الزوار يوم علي، وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يكن غسله فيض الوريدي، وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه صعيدي، وقالوا لم يكفن والسوافي نسجن عليه ضافية البرادي،
عشان كتشيع الجنائز للحادي. فقلت إذا لمن في الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد ونساؤه كبنات عشين سرينا يتبع قمر السعودي أمي لا أمية لا لحاك الله كيف اعتذارك عند أحمد في الورودي صنعت به يا أمية يا هل قتلت رجاله وسبيت قصر نساء فهنالك من مزيد فرفخان بالأسارة لم يكونوا أسارة ترك أو سبيل يهود الخيام أحسن ونهود علي الليل رأسك راح للكوفة وجسمك راح ضمن الخير رضيت وشدايدها ولا دام وكم مرات علي ليال من العين ما نام أطفالكم هامة شفرات من الدهشة وشضلات تحن بالوي نص الليل يا ابن أمي طفلة فقدناها أثاري فرت بدهشة تحوم ما حد وياه وحد طلع تدورها ودور وين ملفا شفتها وياك ممتدة
أخذها دمع هيسي للخيج جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قوم دوري وياي راح وين طفلني طلعنا نفتش الوادي ولا توجدي الدرب الشام وازاني وهضم المنجر ولا صار بالمخلوق رواني شفتهم يا الولي ميتين ميتين واحد حاضن كبير على الأخو حاني يحفظ عن وحوش الليل للخيم المحروق جبتهم يا عديل الروح وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبجا والنور قطرة ماي ما عدنا وعلي لك بنا مطرو يتمشى احنا الخيمة وحريم مراه والله تمنيت يدوم الليل ولا هالحالة القشرة يوم 11 يوم الشوم ليت لا طلع فجرة لا حفظ ولا حت جنايزكم على غبرة ولن النوق مهزولة وحادنا يصيح نشي تقل لخويا خويا خويا وداعت الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني وشمروخي ولا اليباروني أنا نخيت أخوتي ولا جاوباني خويا لا تقول ما عندك مروح ولا تقول ضيعت الأخو تراني ما خذتني أحسن قوة ايش سوى والله خويا صات علمتوني تلاوى وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال عز من قائل في محكم كتابه الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا في صراع مع الذنوب والمعاصي والآثام والتحديات والمغريات التي تجر هذا الإنسان كثيرة. تارة يجره الهوى، وتارة تجره النفس، وتارة الدنيا بزينتها وزخارفها وزبرجها وزينتها، وتارة هوى الإنسان والشيطان. ولذلك يقال إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لكن هذه الآية من سورة الطلاق تدعو الإنسان إلى العودة إلى الله جل وعلا، وأن العودة المحمودة كفيلة بتكفير الذنوب وعودة الإنسان طاهر نقي. همس في أذننا ألا ييأس الإنسان من روح الله جل وعلا، فإن اليأس من الكبائر فيزيد الإنسان على نفسه آثاماً وذنوبا. ومن جانب آخر عليه ألا يستهين بغضب الله جل وعلا فيكثر المعاصي تحد لله جل وعلا. الله جل وعلا من رحمته، الله جل وعلا من لطفه، وهو يراني على الذنوب والمعاصي، ولكن فسح الباري جل وعلا لهذا الإنسان باب العودة إليه، وجعل له مكفرات لذنوبه من الأعمال إذا قام بها هذا الإنسان على أكمل وجه وجد مردودها. فما هي هذه المكفرات؟ يحتاج الإنسان واقعا أن يقف عليها ليحسن التعامل مع الله جل وعلا. أول المكفرات للذنوب الطاعات والحسنات، وعلى رأسها أفضل العبادات بعد المعرفة، هي الصلاة. أيها المؤمن، الصلاة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بعمود الدين، وأن مردودها للصلاة مردود عظيم، سواء من خلال كتاب الله جل وعلا
أو من خلال لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يريدنا أن نلتفت إلى هذه العبادة العظيمة التي يعبر عنها أنها عمود الدين. إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. أكو فرق ما بين قبول الصلاة وما بين الإجزاء. صلاة مجزية غير صلاة مقبولة. لما يقول القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هسا احنا نقرأ اللي قبلها لو لا؟ اللي قبلها وأقم الصلاة، إقامة الصلاة أي أداء تلك الصلاة على أكمل وجه حتى يحظى صاحبها بالقبول من مقدماتها، التهيئة النفسية الروحية القلبية الاستعداد حب العبادة. شوف الرسول صلى الله عليه وآله إذا جاء وقت الصلاة ماذا يقول لبلال؟ يقول له أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، لأنها تروح القلب، تجعل القلب إذا جاء وقتها يشتاق إلى الله جل وعلا. أرحنا بها يا بلال. هذه الصلاة تعتبر من المكفرات للذنوب. شلون مكفرات للذنوب؟ مثل يضرب إلنا الرسول صلى الله عليه وآله، لو أن على باب دار أحدكم نهرا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، أترى يبقى على بدنه شيء من الدرن، من الأوساخ، من القاذورات، أم يكون ذلك البدن طاهرا نقيا؟ كذلك الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، كفارة ما بين الصلاة إلى الصلاة. فإذا أقام الإنسان 5 صلوات على أكمل وجه أيبقى عليه شيء من الزيادة؟ واحد شاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول صلى الله عليه وآله يستعد للصلاة، هذا الشاب يقول له يا رسول الله إني أذنبت ذنبا. الرسول صلى الله عليه وآله أعرض عنه. بعد الانتهاء من الصلاة عاود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أذنبت ذنبا. هذا الشاب متحرك خائف من ذنبه، سينبغي على الإنسان أن يؤثر فيه الذنب تأثير الحزن والهم والغم حتى يتخلص من هذه الذنوب، حتى يتحرك نحو الله جل وعلا. بعد الانتهاء من الصلاة لما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرسول صلى الله عليه وآله يا فتى ألم تصلي معنا هذه الصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. ألم تحسن لها الوضوء؟ قال بلى يا رسول. قال إذن لما أنت هنا؟ انصرف، فإن الصلاة إذا أديت وأقيمت على أكمل وجه فإنها تحط الذنوب حتى أيها المؤمن. إذن الصلاة، الله الله في الصلاة، ينبغي على الإنسان أن يتعامل معها ليجد مردودها، لكن لا بحيث أن يجعل من الصلاة ذريعة لارتكاب الذنوب ثم يقول أصلي هاي الصلاة راح تكفر الذنوب. هنا والعياذ بالله الصلاة أصبحت من المجرئات على المعاصي والذنوب. لا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الصلاة إلا
أنها مكفرة لذنب يقع فيه الإنسان لا عن عام لا عن تحدي لله جل وعلا، تحت وطأة غلبة النفس الدنيا الهوى الشيطان. إذن من مكفرات الذنوب الصلاة، من مكفرات الذنوب أيها المؤمن تعجيل العقوبة. شلتفت الله جل وعلا من لطفه ومن كرمه وحبه لهذا الإنسان أن يعجل له مع الذنب عقوبة توقظ هذا الإنسان وتعيده إلى الله جل وعلا. السماء مقدار عقوبة الدنيا إلى عقوبة الآخرة. سليلة جمعة يولا تقرأ دعاكم إيل فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وهو عذاب تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك. مهما كانت شدة العقوبة في الدنيا إلا أنه يستطيع الإنسان تحملها أو يخرج من هذه الدنيا بهذه العقوبة المعجلة، وقد كفر الله جل وعلا عنه ذنوبه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله أحلم وأجود وأكرم من أن يعذب المرء مرتين، فإذا عذبه في الدنيا عفى عنه في الآخرة. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فأذنب ذنبا أعقبه بنقمة. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: تذكره الاستغفار. ذكر الاستغفار فيعود إلى الله جل وعلا تائبا. حقيقة من مكفرات الذنوب المرض، كذلك المرض لطف من الله جل وعلا، كذلك المرض رحمة من الله جل وعلا. هسه كثير مثلا نرى آباءنا أو بعض الشباب يصابون بمرض، وهذا المرض يستمر مع الإنسان إلى أن يخرج من الدنيا. هذا المرض يكون تنقية وتصفية وتزكية لهذا الإنسان، وهذا مجمل كلام أئمة أهل البيت، حتى يقبل على الله جل وعلا طاهر كالثوب النقي لا ذنب عليه. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: المرض رحمة ولطف من الله جل وعلا بالمؤمن، وعذاب ولعن للكافر. يستمر به المرض يعني المؤمن أو بالمسلم حتى لا يبقى عليه شيء من الذنب، فصار رحمة يولا، صار لطف إلهي، لأن الإنسان لا يتحمل عقوبة الآخرة، لا يتحمل عذاب الآخرة، شدة ذلك العذاب، استمرار ذلك العذاب. من مكفرات الذنوب الهموم والغموم والأحزان، وهذا أيضا من مجمل ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا كثرت ذنوب العابد فلم يجد ما يكفر عنها، ابتلاه الله جل وعلا بالحزن فيكفر عنه بذلك. شوف الحزن، هسه قاعد الإنسان ما تشوفه إلا صايب إنه حزن، هسه مو قضية إلا فقد عزيز، وهذا إلى أجر ثواب كثيرة أيضا، كفر الذنوب أعظم، لكن في الرواية بالمعنى: ما من عبد مؤمن إلا ويبتلى في كل 40 يوم بهم أو حزن أو بلية تكفر عنه ذنوبا. ترى في الرواية الغم، إنسان قاعد يشوف اللي نازل عليه غم، هذا الغم أيضا من مكفرات الذنوب للمؤمن، وهذا من لطف الله جل وعلا من مكفرات الذنوب. هسه احنا نجيب أشياء ما متعود عليها الإنسان، مثلا نجيب الاستغفار، نجيب لا خلي أشياء لعلها تمر على الإنسان لأول مرة. من مكفرات الذنوب حسن الخلق، حسن الخلق، شلون أستقبل فلان، شلون سعة صدري مع الآخرين، شلون الابتسامة لاستقبال الآخرين، شلون أملك غضبي مع الناس، كيف أحتوي الناس بأخلاقي. هذه الأخلاق أيها المؤمن كفارة للذنوب. في الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: حسن الخلق يذيب السيئات كما تذيب الشمس الجليد. شوف المثال يضرب الإمام الصادق سلام الله عليه. وسوء الخلق يقول يفسد العمل كما يفسد الخلل عسل. إذا أكو عندنا كفة حسن خلق، عندنا سوء خلق، حسن الخلق له مردود إيجابي في تكفير الذنوب، بل يذيب السيئات كما يقول الإمام الصادق. والمثال هذا كما تذيب الشمس الجليد، طلع لك فد ثلجة وخليها بالشمس، شوف سرعة ذوبانها من الشمس، هكذا حسن الخلق يذيب السيئات، والعكس تماما سوء الخلق من مكفرات الذنوب. الصلاة على محمد وآل محمد. نعم، إنها من مكفرات الذنوب بنص من الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: من لم يجد، هذا إنسان بعد خلاص كل الطرقات مقفلة عنده، من لم يجد ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. يقول عن الإمام الرضا سلام الله عليها: فإنها تمحو الذنوب محوا. شوف هذا أثر الصلاة أخيرا من المكفرات. الشهادة أيها المؤمن، والشهادة لها مقامها عند الله جل وعلا. يكفي أن نقف على قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا من امتحن الله جل وعلا قلبه. مو كل إنسان المجاهد يضع روحه على كفه يخوض بها عباب الموت، يقدم تلك النفس يضحي بها، يعثر الآخرين حتى يجد الحرية ويجد السعة في العيش.
ويجد الحقوق المسلوبة، كل ذلك بفضل تلك الشهادة، والشهادة تجب ما قبلها. شايف الشهادة تكفر الذنوب. في الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مع أول قطرة من دم الشهيد يغفر له جميع ذنوبه. فهل هناك أعظم من هذه الشهادة؟ هذه الشهادة درب خطه الإمام الحسين عليه السلام، فهو ملهم الثائر، ودمه ذلك الدم الذي ينير الدرب لمن يسير على خطى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن أجل ماذا قام الإمام الحسين؟ حتى نعرف أننا لم نخطي طريق الإمام الحسين. كلمة الإمام الحسين واضحة: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت من أجل طلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كلمات الإمام الحسين التي لا زالت تقرع أسماعنا: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، لا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات يقول من الذلة. هذه كلمات المولى حتى إذا وصل بين مشتبك الرحماح والسيوف، وعلى لسان الشاعر ماذا يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. تلك الشهادة الحمراء: يا سيوف خذيني. وبعد أكو إلى كلمة: والجراحات قد أخذت من جسده، والدماء تسيل من ذلك البدن. يعني شنو التصوير هذا؟ خلينا نشوف تصوير زينب لمصاب الإمام الحسين. هسه احنا شن ننتفع معنا؟ مثلا يقول إنسان: ألف طعنة، ألف ضربة، ألف كذا. لا لا، خلينا نسمع كلام الحوراء تصف الإمام الحسين قبل الحملة الثالثة. الحملة الثانية لما رجع ونادى بضعيف الصوت: أخي زينب. يقول: خرجت زينب مدهوشة مرعوبة. الإمام الحسين خلف الخيمة، ما جاء من بابها أبا عبد الله، لماذا لم تأتي من باب الخيمة؟ أخي زينب، لا أريد أن تنظر النساء والأطفال إلى جراحاتي. ماذا تريد أبا عبد الله؟ علي بمنديل، ماذا تصنع به؟ أضمد جراحاتي. يقول زينب: قالت: أنا الذي أضمد جراحاتك أبا عبد الله. جاءت بمنديل، قالت: اكشف لي عن صدرك وعن بطنك. كشف لها، صرخت زينب: وأخو، ماذا رأيت يا زينب؟ قالت: رأيت الطعن على الطعن والضرب على الضرب. بعد ما ممكن أن يحصل إنسان ألف طعنة ألف ضربة، لا لا، الضربة على الضربة كيف تحصى؟ هاي حال الإمام الحسين، حال قبل سقوطه. نادى: إلهي تركت الخير طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أرى الحب إربا، لما مال الفؤاد إلى سواك.
كذاك الفؤاد ما انتهى الحسين من كلامه إلا وسهم مثلث نبت في أحشاء إلا لجمعها صح ونادي وحسينا ما خرج إلا بثلثي كبدي حتى سقط من على ظهر جواده ضعف من نزف الدم لما ضعف من نزف الدم نادى خي زينب في أمان الله خرجت زينب جاءت إلى التل الزينبي ناديت إذ رأت الحسين على بوغي كربلاء أخي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا يقول سمع صوت العقيلة قام الإمام الحسين لكن شلون قام الإمام الحسين كل جراحات يقول اتكأ على قائم سيفه رحمك الله شيخ حسن زين يقول اتكأ على السيف وقام مشى ثلاث خطوات انكب على يمينه لما رأت زينب صرخت وأخا وحسينا قام ثانيا مشى ثلاث خطوات سقط على شماله صرخت زينب وحسين قام ثالثا مشى خطوة واحدة سقط على حر وجهه هذا السقوط خلي بذهنك انت شايف قبر الحسين وشايف منحر الحسين ليش هناك القبر وهنا المنحر مو واحد قالوا لا 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 ترى قبر الحسين موضع سقوطه من على ظهر الجواد هناك قبر وذاك قال الموضع الذي مشى فيه للعقيلة زينب ثم سقط فصعد على صدره شبر جثى على ركبته قال أخي زينب المعذرة إلى الله وإليك لا أستطيع النظر يا أختي يا زينب ذنب قلبي منها الاعتاب ما أقدر أرد الخيال يا أختي عنها الاطناب أنا ثلاث مرات وأوقع فوق التراب ردي الخيمة يا حزينة لا تضيعي ليش أبو علي سهم بقلبي نزف دمي ومزع الشهر مثلث ولا تمكنت طلع الله من قفار يا اختي تخلوني اموت ولا حد وياي جيبي لي سكنه قبل لا يفرق البيت صاحت يا نور العين والله تحيرت بي تمنيت اجي يمك وشوف العلة البيك لو الدواء قلبي لفت قلبي وداويك واغسل جرح قلبك يا اخويا بمدمع يقولوا جن عليها الليل زينب وهي تتمنى ان تصل الى جسد الحسين تقول الليال شلشل وامسى الغروب وامسى الغروب ومدري اخي وقع يا صوب يقولون وسط القلب مصيوب
العار بلا ثوب. شو تسوي زينب؟ يقول توجهت إلى ذلك النهر. لماذا؟ تريد تجيب ماء يتلحق على الحسن. يا ناس يا ناس درب المشرعة منين أنا بعيني لجيب الماء لحسين عطشان خيام سلمي عطشان خيام وصلت إلى ذلك الجسد لما رأته بتلك الحال صرخت ونادت وأخاه وحسين تقل لنا نايم أخي شلون النوم النوم وحر الشمس غير رسومي سلبت من أمي هدوم والله سلبت بني أمي يا هدوم يلعمت عيني ولا أشوفك تريح ويجري دم نحرك واصحى وهل بيتك طرى ضحايا مطرحة بكترك يا اخي حسين عاد عاد اليوم تيجي دفه يحفر قبر ويفصل اجفاه والله ما شفنا اليوم تضل عريان وتلعب عليه الخيل مهدا يا أبا تلعب عليه الخيل مهدا ما حد وصل يمه ولا حد حفر قبره بس الشمر بالسيف جاله ولعبة بنات الأعوجية فوق صدره وبقي ثلاثة أيام لا تغسل ولا انشاء لمات الفتى المعزوز يا يتصير زلزال ناس اللي القبر تحفر ناس تجيب شيال يا بابا مدلل الزهرة داس الشمال من عالك كأني بزينب تنادي أم حسين شوفي 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 وراس على القبلة دعد لي دعد لي عن شبد غسلي والله الدم عن شبد غسلي يا محسن يا ما تعالي وشوفي كربلا سوات بحالي انا بقيت محيره ومن غير والي كأني بها ترى سواد من بعيد وامرأة تنادي وولدا أنا يمك يا زينب مو بعيدة ثلاث ليال أنا ساكن البيد أنا شفت الشمر من حال حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك
بأحب الخلق إليك محمد وآل الطاهرين. فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب صوتك ليلة جمعة، المرضى محتاجين، الجرحى محتاجين، الأسرة محتاجين. أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشفه السوء؟ يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ الله يكشف السوء والبلوى عنه وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم. اللهم فك كل أسير وفرج عن المكروبين والمسجونين يا الله. اللهم رد كل غريب، اقض دين كل مدين، اقض حاجة كل محتاج، لا سيما طالب الذرية، ارزق من الذرية الصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم أيد العلماء العاملين الربانيين، وفرج عنا وعنهم يا كريم من اجتمعنا لسببه وأجله. الشهيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبي، صد بروحي إليك، واحشره مع من يتولاه من محمد وآله الطاهرين. وعندك نحتسبه يا أرحم الراحمين، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.